اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعه الحقيقه. ساعه الحقيقه اللي نرجع فيه ونحاول نحلوا مختلف الاحداث وابرزها اللي عرفت اهتمام اعلامي وشدت الراي العام السياسي والساحه السياسيه. ونحاول مع ضيوفنا نرجع على مختلف هذه القضايا وابرزها. كان الاسبوع الفارط كانت مبادره السيد الباجي قاد السبسي لكثره الحديث على انه باش يتم الاعلان عليها وعلى انشائها وتجسيدها في حركه سياسيه او حزب سياسي في اوائل الاسبوع المقبل او على الاقل قبل 15 جوان، كما قال لنا سي طيب البكوشي اللي كان خاص قناة تونسنا بحديث. باش نرجع على أبرز ما جاء فيه خلال الحصة متاعنا، باش نرجع كذلك على علاقة الاتحاد الشغل بالحكومة في ضوء الإضرابات وتبادل التهم وتبادل التصريحات من تصريح الأمين العام للمنظمة الشغلية وتصريح السيد رئيس الحكومة. كذلك باش نحاول نرجع على النداء اللي كانت قدم به الحزب الجمهوري لحكومة إنقاذ وطني وإلى إعادة تشكيل الحكومة. باش يكون معنا حاضرين في استوديو لمناقشة مختلف هذه القضايا سي نوفل الزيادي، قيادي عن الحزب الاشتراكي اليساري. سي نوفل مرحبا. شكرا. مرحبا يا عزيز. باش يكون معنا كذلك سي محسن مرزوق، رئيس مركز الكواكب للتحولات الديمقراطية. سي محسن مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا لك. شكرا على تلبية الدعوة. سي ياسين إبراهيم، الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري. مرحبا سي ياسين. السلام عليكم. الله يوفقك. مرحبا بك. باش نحاول نبدا معك أنت سي ياسين. نداء إلى حكومة إنقاذ وطني، شنو اللي تبدل بعد 6 شهور؟ الوضع ما هوش أسوأ من اللي كان عليه من قبل تقريبا 6 شهور، علاش اختيار توقيت هذا اللي مطالبة به حكومة إنقاذ وطني في وقت اللي عديد الاتهامات اللي جاتهم على الأقل من الحكومة اللي رفضته، أو على الأقل السيدة مايا جريبي اللي كانت طالبت بحكومة الإنقاذ الوطني هذه في حزبها في البي دي بي كانت رفضت باش تكون في الحكومة، اليوم مطالبة بحكومة إنقاذ وطني. كيف حتى في حزب فيق تونسي كنت فيه رفضنا باش ندخلوا في الحكومه هذه. التقييم نتاع الحاله ممكن نجموا نختلفوا فيه، مش حد شيء متبدل. اللي تبدل هو ان احنا توا 5 شهور واسبوع بعد ما بدات الحكومه هذه تخدم، والاتجاه والثنيه اللي مخلينها ماهيش في التقييم نتاعنا الثنيه اللي باش تهز تونس الى تحسين الحاله اللي احنا فيها، بل بالعكس. وصار معناها احنا توا قاعدين في الحزب الجمهوري ننتشروا في كل الجهات ونعملوا في الزيارات ونحسوا شنو قاعد التونسي يحس. التونسي كان عنده امل كبير كي تعملت حكومه جديده شرعيه بعد الانتخابات ما فيهاش كلام، كي تشوف برامجها اللي هي تنجم تكون حوصله نتاع كل البرامج اللي كانت موجوده قبل الانتخابات. كانت تنفذ ذاك البرامج احنا بدنا نصحوا عليهم. المشكله في التنفيذ وفي كيفية التنفيذ وفي السرعة اللي قاعدين تنفذ بها وحتى في الطريقة اللي قاعد تنفذ بها وإلا نحاولوا نفذوا بها البرامج هذا. خلينا نتفق على حاجة، لكن ما ننساوش الحكومة هذه راهي حكومة انتقالية حتى هي. أي لا. وسيادتك كنت عضو في الحكومة الفارطة الفترة أطول شوية من الفترة اللي عادتها الحكومة هذه. لكن كانوا في 6 شهور. هذيك هي النقطة. اليوم ما نجموش نحكيو على برامج، حتى إذا كان الحكومة تحكي على برامج اليوم باش تطبقها وتنفذها، يظهر لي ما نجموش نحكيو على برامج اقتصادية اللي ممكن تغير. خليني الوقت باش نجاوبك مليح. تفضل. أنا قعدت في الحكومة 5 شهور ولا أقل من 5 شهور. واللي عملناه في ال5 شهور هذوك والسرعه اللي صار بها اللي صار فيها اللي تحركت فيها الحكومه سواء بتاع سي محمد الغنوشي الثانيه او بتاع سي الباجي قايد السبسي في الفتره هذيك وقت كنا ماشيين 24 جويليا ونشوفوا السرعه اللي قاعده تحرك به الحكومه هذه، نقولوا كاننا ماناش في مسار انتقالي وكاينها بلادنا ماهيش خارجه من الثوره وكاينها بلادنا ما عندناش مشاغل اجتماعيه كبيره. احنا علاش؟ نقولوا خزرنا حتى اخزر صبر الاراء. عاملينه حتى الامريكان، ما نقدروش حتى نقولوا الامريكان اللي هما في علاقه لا يراي هذه، يقول لك 31% من التوانسه في شهر جانفي يقولوا احنا في اتجاه سلبي، اليوم 62%، 5% ندموا على الانتخابات، اليوم 20%، 83% كانوا عاطين ثقه في الحكومه، اليوم طحنا ل 50%، الاتجاه مش ماشي مليح، علاش؟ خاطر هي فما طريقه تسيير، هذوما ناس دخلوا للحكم اللي ناويين، كاينهم يلزمهم يعوضوا الناس الكل باش ينجموا يخدموا. الثقة في الإدارة سنكملك مهم ياسر، الثقة في الإدارة ماهيش موجودة نحاولوا نعوضوا في الناس الكل في الإدارة، الثقة في الولايات ماهيش موجودة ونعوضوا الولايات الكل، الثقة توا المعتمدين الكل عاملينهم ديكاج معناها فما طريقة هو أنه ما نجموا نخدموا كان مع الناس نتاعنا. وهذه طريقة هذه إيش عملت؟ خاطر كان جاو حاطين كفاءات وناس معناها قادرة وتخدم كما يلزم وكذا 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 وكذا، ممكن الأمور تمشي
بعض الوزارات قاعدين يخدموا في خدمتهم ويحاولوا يخدموا كما يلزم، ولكن الاغلبيه ماهيش ماشيه في الاتجاه الباهي. احنا شنو نقولوا كسياسيين؟ شنو مسؤوليتنا؟ مسؤوليتنا احنا نشير للراي العام اللي ماناش في الاتجاه الايجابي لبلادنا، على خاطر نجموا نعملوا حسبه سياسيه ونقولوا خليهم يمشوا في حيط، احنا من بعد احنا منافسين سياسيين، خليهم يمشوا في حيط ومن بعد يخسروا في الانتخابات القادمه ونجموا احنا نكونوا بديل. لكن اليوم عنا بلادي زي ما تنجح المسار الانتقالي ويزمنا ننظموا انتخابات بكل شفافية ويزمنا نحطوا لجنة عليا انتخابات تكون كل متفقين عليها ويزمنا نتيو صفحة الماضي بكل إيجابية، هذا بكله احنا ما عناش احنا كسياسيين ما عناش ثقة، حتى الشعب التونسي مش عنده ثقة. تفسر على أساس كونه حتى ولو هو ينجم يكون فيه انقاذ للحكومة او اكثر منه انقاذ للبلاد لكن تفسر زاد على انه ينجم يكون تسجيل اهداف على حساب الحكومه اللي هي مش باش تغير الحكومه ومش باش تمشي في حكومه انقاذ وطني، ولكن تسجيل موقف اللي احنا راهو ماناش موافقين على التوجه هذا اللي كل واحد يتحمل، كل مسؤول يتحمل مسؤوليته. كان التقييم نتاع الحكومه الامور اليوم مريقله ما فما حتى مشكل، قاعدين نخدموا على رواحنا، هذا سمعنا الاسبوع هذا كله نخدموا على رواحنا ماشيين في الاتجاه وكذا، نسكروا اذنينا مانيش نسمعوا لا اضرابات لا اعتصامات لا مشاكل، كيفاش نحلوا في مشاكل نتاع الناس اللي كانوا بنديه ولا سلفيه وكذا وكذا، ما فما حتى مشكل، احنا قاعدين نمشيو. بعد التقييم الشعب التونسي يعمل فيه ويرى فيه ويرى شنو ماشي. احنا تقييمنا كمسؤولين سياسيين هو انه الاتجاه اللي ماشيين فيه مش اتجاه ايجابي لبلادنا، ومن دورنا كسياسيين باش نقولوا اه ردوا بالنا، نجبدوا معناها لا سوني دولار نقولوها راهو ماناش في الاتجاه به، ويلزمنا نعملوا نقعدوا. احنا قلنا حكومه انقاذ وطن يعطينا اليه كحكومه، ولكن هو النداء يجيو نقعدوا مع بعضنا نتحاوروا كيف نلقاو حل البلاد. لو افترضنا سياسيين ابراهيم كونه التقييم هذا اللي قمتوا به هو صحيح وموضوعي واصح على الاقل من التوقعات ب 4.8% من نسبه نمو، لكن ترى انه الحل في حكومه انقاذ وطني على تقريبا مازال اقل من عام على الانتخابات اللي ممكن نجم يكون حل هذا باش نغيروا حكومه اليوم وباش نقصوا في عدد الوزراء او في المرحله الاولى المسار الانتقالي اللي هو دام 9 اشهر صاروا 5 حكومات. احنا توا في فتره مش حسابات قداش وقت وما قداش وقت. اذا مقتنعين اللي ماناش في الاتجاه الايجابي وماهيش بلادنا مسيره كما يلزم، المسؤولين ياخذوا المسؤوليه ويعدلوا على خاطر مسار بلادنا يهم الناس كل يهم التوانسه بكل. وانت حكيت على ارقام وقلت كيفاش فما نمو من خاطر 4.8% خرجت هكاك، لازم نفهموها مليح للتوانسه. هي نسبه نمو من الثلاثيه الاولى نتاع 2011 مش كليسمون كروسونس من معناها الثلاثيه الاولى 2011 الثلاثيه الثانيه 2012. انا كنت شهرين في الثلاثيه الاولى 2011 وزير، البلاد وقفت بالحق نسبه نمو. انا وقتي في قانون الميزانيه قلنا 3.5% للسنه، قلت ما نكونش مفاجئ كان الثلاثيه الاولى نطلعوا 5% نسبه النمو، خاطر البلاد وقفت في الثلاثيه الاولى 2011، ولهذا المقارنه لازم ناخذ مع العلم. انت حكيت على رقم نسينا رقم اخر، احنا زاد النداء راهو جاء بعد ما هبطت النوته نتاع بلادنا، راهو بلادنا ولات سبيكيولاتيف معناها اي مستثمر يحب يهدو. واللي بهتني في صبر الاراء اللي لقيته هذا هو التوانسه فاهمين يقولوا الأولوية نتاع التوانسة هي التشغيل. اليوم مشكلتنا الكبيرة هي التشغيل. والتوانسة من بعد السؤال الثاني كيفاش ترى التشغيل كيفاش يجي؟ التشغيل يجي بالاستثمار، معناها التوانسة واعيين. والاستثمار فما الاستثمار الداخلي ولكن خاصة الاستثمار الخارجي. الاستثمار الخارجي التوانسة يحطوها كأولوية 46% منهم، اللي بعدها يجي الاستثمار العمومي 13%. كيفاش يجيك الاستثمار الخارجي؟ وقت اللي النوتة نتاع البلاد تهبط إلى سبيكيولاتيف، معناها كأنك تحط فرانك في البلاد كأنك تقمر. هذه علاش؟ ومن بعد تجي معناها هذه اللي هي ستاندرد اند بورز، ناس معناها انا نسميهم دي جون فخوا، معناها يشوفوا ويقيموا من البعيد، يجي يقول لك الحكومه هذه ما تنجمش تبدل الحاله وماهيش ماشيه في الاتجاه، حكموا على الحكومه، وبعد نقولوا بطبيعه الحال مؤامره ما عادش كنت فاهموا انا ومن الحزب الاحزاب ستاندرد اند بورز باش حطوا هذا، معناها يلزمنا نحلوا عينينا وحلو اذننا ونسمعوا شنو صاير، ومن بعد المسؤولين هي حكومه شرعيا فيها حتى كلام، المجلس التاسيسي هو اللي حتى في الحكم، ما فما حتى مسؤوليه نتاع اسقاط ولا انقلاب كي نسمعوا الوزير الاول يحكي على انقلاب الجمهوري. هي على طريقه الاصلاح، لانه طريقه الاصلاح تجي بحكومه انقاذ وطني. خليني نشوفها مع سي محسن مرزوق لانه كنت اعطيت فيها رايك وكتبت حتى في الصحافه المكتوبه منذ يومين تقريبا على المسار الانتقالي وحكومه الانقاذ الوطني، واعطيت حتى مقترحات
المقترحات اللي ممكن نشوف ابرزها المقترحات هذه. تقول لي يلزم حكومه كفاءات يشكلها مجلس تاسيسي، اعاده العليا للانتخابات، عديد المقترحات الاخرى اللي ممكن تعني حاجه واحده، معناها كاين ما عملناش انتخابات وما جاتش الحكومه هذه. لا علاش توا نقولوا احنا راهو الحكومه ندعو المجلس الوطني التاسيسي انه هو يعيد تشكيل حكومه، المجلس التاسيسي جاب المريخ موجب انتخابات. احنا قضيه الانتخابات ثم مشكله كبيره في الوعي السياسي، معناها في النقاش السياسي في تونس. طب اي واحد يجي يقول والله العظيم الشمس اليوم ما تحرق ياسر، يقول لك تمس بتعيد الحكومه، المطر صبت ياسر تعيد الحكومه، ما حتى واحد ممس تعيد الحكومه. ثم زور عمل الشرعيه، ترى شرعيه الوصول للسلطه بطريقه سليمه هذيك شرعيه، والشرعيه الثانيه هي شرعيه الاداء. انت في الدول الديمقراطيه الحكومه تلقاها منتخبه ديمقراطيه ولكنها ما تخدمش مليح، يرحيوا يبدلوها يعدلوها تستقيل، يصير في الدول هذه. لكن هذاك مش في مسار انتقالي. لا سمحت سمحت سمحني، وشكون قال هو المسار الانتقالي؟ المسار الانتقالي هو نفسه قائم على الحكومه المفروض تصريف اعمال. احنا توا انك نحكي على انقاذ، مش نحكي على انقاذ، حكي على انقاذ الحكومه برك، نحكي على انقاذ المسار الانتقالي الديمقراطي بكله. علاش؟ خاطر المسار الانتقالي الديمقراطي قلنا من الاول هو انتقال. الحكومه يلزمها تكون حكومه تصريف اعمال، ويلزم المجلس الوطني التاسيسي يركز بالاساس على وضع دستور. مش هذا اللي صار، الحكومه ولات هي الاساس والسلطه هي الاساس والترويكا قسمت المرس ما بيناتها وكذا والى اخره. يعني قاعد نقول تو الحكومه هذه المطلوب منها ان توصلنا للانتخابات، والمطلوب ان هي توصل البلاد في ظروف سليمه طالما المجلس الوطني التاسيسي عمل في الدستور. هذا هو راهو المندلع تاع الاول، هذا هو التفويض التكليف الاول. تو تقول بتحكي التكليفات ولات مش عام مصلحات عميقه ولا تكلم قاعدين الابد في الحكومه، وهذا ياثر سياسيا. المشكله فين؟ انه هالخلط بين الحزبي وما بين التاسيسي وما بين الحكومي. نفس الاحزاب شد التاسيسي وشد الحكومه، وهي فهمت الله معناها عندها مشاكل معناها هذا الطبع حزب. ما ثم حتى مشكل سواء كان في المرحله الانتقاليه ولا غير الانتقاليه، انه ناس اطراف تجي تقول هالحكومه اللي هي شرعيه بطريقه وصولها للسلطه راهو ادائها سيء. سي محسن، لكن ما تراش فما تناقض لهنا في الكلام على الاقل على الحكومه. من شيرة نطالبوها باداء، ونطالبوها باداء كون يكون فيه نتائج وحاجات ملموسه، ومش شيرة نقولوا لا ما تحركش وما تعملش، راك انت انتقالي ومهمتك كونك توصلنا للانتخابات فقط. هي شنو الهدف الاساسي هي؟ انت عندي اذا كان احنا لكن طالبوا فيها اليوم، طالبوا فيها بالتشغيل، وطالبوا فيها يعني حاجات ملموسه في مستوى عديد القطاعات اللي فيها اليوم اضرابات، واللي باش نرجعوا نحكيوا عليها بعد وقت اللي باش نحكيوا على علاقه الاتحاد بالحكومه. ومن ناحيه اخرى نقولوا لا انت راه ما عندكش حق في هذا الكل. الخلط هذا مش عملنا احنا في النقاش مع الخلط، الخلط هي قلت لك عملته الخلط اللي صار في المسار الانتقالي نفسه، وهي اعطت لنفسها الاهداف هذه، هي حطت لنفسها البرامج هذه، هي حلت على نفسها المشاريع هذه. نحن كنا نحبوا وكنا نرجو انه من البدايه، علاش انت قريتوا على الاقل التصور اللي قدمناه مش مربوط كان بدا الحكومه، مهم حكايه بدا الحكومه، لكن مربوط بالمسار كله. انا قلت سؤالي كان هل نحن ما زلنا في مسار انتقال ديمقراطي ولا مرينا الى ضروره انقاذ المسار الانتقال الديمقراطي؟ المفروض ان احنا كان عندنا مرحله فيها تاريخ انتخابات، الى حد الان نحب نقول لك راهو رسميا تاريخ انتخابات يحكي به الوزير الاول مش رسمي، هو قاعد يتكلم هكاكا. المفروض المجلس الوطني التاسيسي يلزم يكون هو، ما عندناش تاريخ نتاع انتخابات. الى حد الان الهيئه العليا للانتخابات مش قاعده واقفه ويمكن تصير فيها محاصصه حزبيه. ثانيا الوضع الامني احنا قاعدين نعرفوه، الوضع الاقتصادي هو صعب، والحكومه تقول انا عندي مشاريع وانا قاعد مش نعمل. انا نقترح الحكومه، وهذا علاش نحكيه في مرحله الانقاذ الان، نقترح انه نرجع الى اولويات المسار الانتقال الديمقراطي من خلال وفاق وطني يقول خلينا نجريو باش نعملوا هالانتخابات وهالدستور اللي مش طلع لنا فعلا حكومه منتخبه تم انتخابها باش تقوم بعمل حكومي. خاطر هالناس هذوما اللي تو قاعدين يحكموا ما انتخبهم حد باش يحكم، راه مو قاعده ثم مغالطه، هذه حكومه مكلفه الساعه مش حكومه منتخبه. لا بروف انه ذولي وزير الرياضه باش منتخب، وزير الشباب وزير الخارجيه باش منتخب، مكلف باش يقوم بمهام محدده. اذا تم الاتفاق على هدايا انا ما عادش عندي مشكل اني انا ما تقدمتش بشكل استراتيجي على موضوع التشغيل، ومش باش نحلوه في 6 شهور تشغيل، ولا مش نعمل منقذ اقتصادي، ولكن نقللوا من الاخطاء اللي قاعدين يقوموا بها. علاش؟ على خاطر كان نجي نخبوا بمنطق ان احنا نحبوا البلاد توصل سالمه الى الانتخابات، راهو وقت ثم تعدي على الحريات نقفوا له، وقت ثم هالظاهره هذه اللي قاعد تهرف السواح، معناها يتجمعوا جماعه وبابا كلنا اسامه كاين قاعدين في قندهار ولا قاعدين في درجة كون هي، وواشنطن بوست تعملها في كل حال عالم، برجع احكي لي بعليك على السياحه، ولا وقتي الاعلام اللي احنا نحبوا ندجنوه الى اخره. انا مشكلتي مع الحكومه الحاليه ومع الترويكا هي كما يلي، انا اعتقد انهم ناس يردوا بشكل طفولي، كل ولد صغير. تقول والله ياك الحكايه ما عملتهاش، ولد صغير تقول له شبيك عملت هذيك، يقول لك حتى هذاك عمل. هاك الحكومه السبسيز حتى هي شنو هي عملت. ولا راني غلطت مش بتاعي انا، غلطت بتاعي بتاع الاخرين. يعني تصرف طفولي، انا سؤالي الوحيد باش نعطيك الكلمه. انت في الحياه العامه في الحياه اليوميه اي مواطن مثلا كيجي يقول لك هذاك السيد سيء وهذاك سيء وهذاك سيء وهذاك سيء وهذاك سيء،
في الاخر تقول والله يظل انت السيء، مش معقول الناس كل سيئين. هذا الاعلام سيء، القضاء خيبين، اتحاد الشغل خيبين، المعارضة خيبين، حتى الخارج مع خيبين، الطقس لكن حتى هو خايب، الناس كل خيبين، مش معقول يكون الناس كل خيبين، دي صحيح. لذلك أنا أدعو شوية هدوء. المقترح حكومة نقاد ليس هو اقتراحا انقلابيا للحكومة، هو الحزب الجمهوري قال نداء إلى المجلس الوطني التأسيسي وإلى الحوار الوطني في هذا الموضوع، له ما يتعنتو لا من جهة المعارضة إذا ثم صيد تاع فرص. واعتقد انه ما ثماش ست فرص الان، باعتبار ان وقت تقول انت ندعو الانقاذ، مش قال انا نحب نمشي شد السلطه، قال يجي نقعد وتور لا تابع. لا ما طرحناهوش سي محسن الاشكال هذا، لكن انا كنت تبعت بالضبط شنو اللي كتبته منذ يومين او ثلاثه. الاشكال في توقيته اولا، لانه الكلام اللي يتقال اليوم كان ينجم يتقال نهار 23 اكتوبر، وتوقيته اليوم ما هوش الوضع كما كنت نحكي مع سي ياسين، الوضع ما هوش أسوأ من اللي كان عليه في ديسمبر اللي فات مثلا، ولا في بعد اكتوبر. اول حاجه اليوم توقفنا من حديث الموضوع هذا. سمحني الفكره نتاعك صحيحه، كونه اليوم راهو انتقلنا من الانتقال الى السلطه القائمه بالذات اللي ما عادش تقبل النقد، لكن اليوم شنو الحل؟ هل انه الحل في المقترحات اللي عطيتها سيادتك في على الصحافه المكتوبه واللي فيها تقريبا نرجع ل 23 اكتوبر وكان ما فماش انتخابات وما جاتش الحكومه؟ ما نحبش علاش انت فهمت علاش حضرتك مركز على كاين وما صارش انتخابات. لما تقول انه راني ادعو المجلس الوطني التاسيسي المنتخب انه يعمل تعديل للمسار الحالي، هذا مش اقتناع بالانتخابات. هو شكون المسؤول؟ شكون هو المفروض تو شكون السلطه الشرعيه في تونس الوحيده المنتخبه؟ ما هي المسؤول التأسيسي ولا؟ نحن توجهنا للمسؤول التأسيسي اثنين. لكن كلنا نعرفوا اللي السلطة ما هيش مجلس تأسيسي اليوم، السلطة هي الحكومة اللي سيطر عليها أكثرية، والأكثرية من خلال المجلس التأسيسي تنجم تعدي. إذن هذا هو اللي قلت لك أنا في البداية، بارك الله فيك أنك جيت الحكاية هذه، على خاطر هذا كنا نحكيو عليه قبيلة، أنه مسار الانتقال الديمقراطي التكليف اللي عطيناه لبعضنا كي مشينا الانتخابات بتر أكتوبر تم تبديله تماما، مشينا عملنا حطينا ورقة في الصندوق، كنا مش ننتخبوا جماعة اللي هما مش يعملوا الانتخابات، مش يعملوا الدستور به، وباعتبارنا يلزمنا شوية وقت الدستور البلاد تمشي، مشين يعملوا حكومة، الحكومة عملوها بمنطقة وحصة حزبية وانتقلت السلطة من المسوط التأسيسي للحكومة، وهذا الخطأ الفادح. أنا حشوة دعوتنا أنه يعود المسوط التأسيسي بروح وطنية ومسؤولية، أنه هو ينظر في الوضع اللي هي الصعب اللي قاعد صاير توا ويحاول يلقى حلول، سواء كان في تعديل على مستوى الحكومة، سواء في الاهتمام بموضوع الأمن وقضية الإرهاب، هي قضية خطيرة جدا معناها الآن قاعدة موجودة في تونس. ثانيا حماية الحريات، لأنه راهو الدولة متاع بعد الانتخابات مش هدفها تقييد الحريات، هدفها حماية الحريات. وأخيرا كتتذكر في المقترحات أنه يصير مجلس وطني للحوار وللإنقاذ الوطني، فيه الأحزاب الموجودة في المسوى الوطني التأسيسي وممثل المسوى الوطني التأسيسي والحكومة نفسها وبرئاسة رئيس الدولة، على الأقل خلينا نعطيه حاجة يعملها مهمة، أنه يدعو الناس كل حول طاولة ويحكيه ويولي هو ما يكون هالفضاء هذا التشاوري، هو اللي نقص من التوتر السياسي في عود احنا نتعاركوا عن طريق الإعلام. أخلق مجلس تقعد فيه الناس مرة في الشهر ولا مرة في الأسبوعين يحكي ويعطيوا مقترحات كطرف سياسي، ويمشي لمشروع التأسيس صاحب الشرع صاحب السلطة الشرعية واللي هو هذيك عاده. إذن هي كلها مقترحات، وكان هما يفهموا لمصلحتهم هما، لأن المصلحة تونس. لكن المنطق الطفولي ومنطق انه كاينه احنا سبونا احنا عاملونا احنا قاعدين نحكموا هاو السبسي عمل مانيش انا راهم الاخرين، هذه راهو منطق مش نتاع ناس نتاع دوله. شكرا لك سي محسن مرزوق مدير مركز الكواكب للتحول الديمقراطي. نحب قبل ما نطرقوا الموضوع الثاني اللي هو علاقه الاتحاد بالحكومه ناخذ راي سي نوفل الزياد. هنجيك سي نوفل باش نحكيو على سي نوفل الزياد قيادي في الحزب الاشتراكي اليساري. سي نوفل الزياد في الفتره الاخيره كثرت انتقادات الحزب للحكومه على المستوى خاصه على مستوى الحريات والأمن. ولا في واقع الأمر نحن في الحزب الاشتراكي اليساري كان القضية متاع المغالطة الكبيرة اللي تمت للشعب هي مجلس تأسيسي لصياغة الدستور وحكومة إدارة حكومة يعني تصريف شؤون الدولة والبلاد كما صار يعني في الحكومة متاع الحكومة الغنوشي واحد واثنين وحكومة لباجي قايد سيبسي ما كانش فيها وراها برلمان، لكنها نشوفوا يعني عملت على مستوى من الاستقرار وبدت ترجع في الثقة. وكان تذكر زيادة في سبتمبر وقت في أوت وقت مجموعة قالوا راهو يلزمنا نعملوا استفتاء لأن عندنا وعي الانفلات يعني وما فماش سك على بياض لأي كان لقوة إسلامية أو وسطية أو يسارية أو لأي كان، باش نحبوا نضبط أمورنا ونكونوا واضحين مع الشعب. مجلس التأسيس يسوغ الدستور وحكومة إدارة أعمال كما قال السبسي
سي الباجي قايد سبسي كي جاء قال الوزراء اللي يحبوا يقعدوا معاه يقعدوا، الوزراء اللي ما يحبوش ينجموش يخدموا معاه يمشوا. أما راهو ما فما حتى وزير مش يترشح للانتخابات ومش يستغل منصب الوزاري للقيام بعملية انتخابية، فماش الوضوح هذا. وكان فما مستوى عليه تشوف في محاولات القيام بحملات انتخابية اليوم على مستوى هذه كان احنا بالنسبة للقضية الثانية اللي هي كنا اللهفة اللي شفناها. علاش اللهفة متاع نهار عشية الانتخابات؟ الحكومة تشكلت رغم المجلس التأسيسي لم ينعقد بعد، رغم النتائج النهائية لم يطلق يعني لم يعلن الإعلان عنها. نشوف الوزير الأول بدأ يشكل وانتخابات وأسماء ولهفة مرعبة وتمشي أكثر من هذا. وذاك سينوفل توفي 82 وزير ومستشار لهفة على سلطة ولا على الكرسي، ناس تعمل في السياسة وناس تعمل في الانتخابات، على شنو علاش تعمل؟ ما هي السبب كون واحد لا 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 لهفة. أنت وقت تجيش تقول أنت بالنسبة لك أنت النتائج فما خلافات، مهام المجلس التأسيسي أنت دائر المجلس التأسيسي تم انتخابه أول انعقد بصورة رسمية بعد شهرين ولا أكثر، الحكومة أو الحكومة تأسست ولا بعد شهرين، حكومة تحترم نفسها وتقول للشعب راني مسؤول على إدارة شأن البلاد والعباد، تقول لك المئة النهار الأولانين هاوش مش نطبق هاوش مش نعمل. نحن بعد ستة شهر يجيبون أشياء ما هيش صحيحة، ما هواش لكونه مش برنامجهم، هو برنامج الحكومة السابقة، هم كنا ننتظروا باش يجيبونا أشياء جديدة. ونا في واقع الأمر حتى النقاط اللي جابها جديدة فيما علاقة بالمصادرة وفي علاقة بالمناولة هي ليبرالية لا تستجيب لطموحات الناس. المصادرة نبيعه بالرخيص باش نعبوا الكاسة باش نقولوا للناس هنحقق لكم يعني مشاكل متاع فقر ومتاع تشغيل. المناولة أو عمال الحضائر فضيحة كونه حوالي 300 مليار نمشوا نتوزعهم بشكل ونعرفوا نحن عمال الحضائر فيهم شكون يشتغل نهار ونهاري وفيهم شكون ما يشتغلش وفيهم شكون ماناش باش نربوا اللي يلعب ادوار الاخرى ويلعب يعني ادوار يعني سياسيه مخفيه وغير معلنه. حكومه الانقاذ مانيش في منطق حكومه الانقاذ، لا نتحمل المسؤوليه ولتكن الامور واضحه، رفضوا تشريك الناس معهم. لا رفضوا تشريك الناس لا معهم لا حتى كعيتوا للحوار، حتى كعيتوا للحوار. رد بالك البلاد هذه مش يسير فيها كان اعضاء المجلس التاسيسي، البلاد هذه هناك الاتحاد العام التونسي للشغل ما عندهاش نواب في المجلس التاسيسي لكن عنصر محوري وعنده دور كبير، والنقابات الاخرى والجمعيه النقاب الصحفيين والقضاة واحزاب اخرى اللي من ضمنهم حزب الاشتراكي كحزب ما عيطوش، قالوا للناس سنتحاور معكم ورفضوا الحوار وندوا لهم مره بركه. ونجم يعني الاستاذ يعني سياسيين يعني اليوم تحب الحكومه تحمل مسؤوليتها وتقف قدام الحكومه ليتحمل كل منا مسؤوليته، لكن زاد حاجه اخرى المسؤوليه في مجلس حوار هذا دعنا ليه. وين الميثاق الجمهوري اللي دعنا ليه يعني بصوره مشتركه؟ وين الميثاق الجمهوري؟ وين العقد الجمهوري الملزم؟ ما عادش نحكوا عليه. وين يعني مجلس الحوار؟ ما قلنا لكش إلزامي، مجلس حوار حول أمهات القضايا، ناس تحكي على تونس 2025 كأنها باقي تونس 2025، ناس تحكي على العلاقات الخارجية مشت علاقتنا يعني إلى درجة ولينا ما عادش نسمح لرواحنا باش نكونوا عندك السيادة الوطنية. أكل القوة متاعنا في الدبلوماسية الهادئة الرزينة اللي قادرة باش تأخذ المواقف في 1991 في خرع الحرب على العراق ما خذينا موقف يعني عكس التيار. علاش؟ على خاطر الشعب التونسي كان بالنسبة ليه ما هواش مع الحرب هذيك، وبن علي كان ما عندهش خيار آخر، يا خيار يتفاعل مع الشعب التونسي وإلا سيكون الشارع سينتفض ضده وسيتجاوزه. اليوم نلقوا رواحنا على مشاكلنا مع سوريا، مشاكل في ليبيا، نحكوا على 400,000 خدام مش يخدموهم في ليبيا في بر تونس، منهم 2000 يعني 200,000 في ليبيا، نحكوا على نبوء 4.8%، نحكوا على كل ما يتعلق بالحكومة الحالية أو مش تبدأ الأمور واضحة، الأمور لباس. شكرا لك. الفلاحة لباس ومش الفلاحة لباس ومش منهم. سينوفل باش نسمع نحكيو فيه هذا، لكن بعد ما نشوفوا التقرير هذا اللي اعدته زميلتنا ايمان السيد على علاقه الاتحاد بالحكومه واللي عرفت عديد المشاهدات في الفتره الاخيره من خلال التصريحات وتبادل الاتهامات والاضرابات، نعود بعد قليل.
في تصريحات ومشاهد تذكر بسنوات الجمر التي شهدتها البلاد أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من مشادات وضغوط بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، تعطلت من جديد في تونس ما بعد الثورة لغة الحوار بين الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل، رغم ما تبدو عليه العلاقة بين الطرفين من برود حميمي. ففيما تجاهد الحكومة لإقناع الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية بضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، يصر الاتحاد العام التونسي للشغل على متابعة مدى التزام الحكومة الحالية بالتعهدات التي ورثتها عن حكومة السبسي، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الزيادة في الأجور. حسين العباسي الأمين العام للاتحاد الذي حذر من خطورة التراجع في الاتفاقيات العامة والقطاعية الممضاة أو التلكؤ في تنفيذها، جدد دعوته إلى الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة إنصافاً للطبقة الشاغلة التي تدهورت مقدرتها الشرائية مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، وخلافاً للتصريحات الإعلامية التي جاءت على لسان الطرفين عن تواصل المفاوضات ووجود أرضية خصبة للتفاوض والحوار، لأن الواقع يقول غير ذلك، ناهيك عن إصدار الاتحاد لعدة بيانات تهدد بالإضراب في قطاعات حيوية فيما تعتبره الحكومة ورقة ضغط وسياسة لي الذراع وتعطيلاً للدورة الاقتصادية للبلاد. بل لا يخلو هذا الصراع من تجاذبات سياسية كان قد لمح إليها رئيس الحكومة حماد جبالي في آخر تصريح تلفزي حول تسييس الاتحاد وتعموده إصدار بيانات لا يخلو محتواها من السياسة، في إشارة منه لإعلان المنظمة الشاغلة عن إطلاق مبادرة وطنية تجمع كافة مكونات المجتمع التونسي لحماية البلاد من أي انزلاقات قد تعصف بمكاسب الثورة، ولضبط ما أسماه خريطة طريق واضحة لمرحلة الانتقال الديمقراطي. صراع الجبهتين ربما تبلورت أولى ملامحه مع احتفال تونس بعيد الشغل العالمي، احتفال وإن أظهر قوة المنظمة الشاغلة فقد أشار أيضا إلى الانسجام المنشود بين الحركات النقابية والأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي بعث ربما برسالة اطمئنان اعتقدنا من خلالها أن تهدأ الأمور وينطفئ لهيب الحركات الاحتجاجية في البلاد. غير أن المتابع للشأن الوطني خلال الأيام الأخيرة يلاحظ بالتأكيد تفاقم موجة الاعتصامات والإضرابات عن العمل التي أضحت بمثابة العدوى التي شملت جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بالمصالح المباشرة للمواطنين، على غرار إضراب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجامعيين، وإضراب النقابة العامة لأعوان العدلية والجامعة العامة للتخطيط والمالية، فضلاً عن إضراب المعلمين الذي حقق نسبة نجاح فاقت 80%. لكن وبغض النظر عن أسباب ودوافع تنفيذ هذه الإضرابات، لأنها أثارت غضب بعض المواطنين الذين لم يستسيغوا مثل هذه التصرفات والممارسات التي ساهمت بنسبة كبيرة في تعطيل الحركة الاقتصادية والتجارية والخدماتية بالبلاد في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بفترة حساسة تستوجب اليقظة والتحفز من أجل الخروج من هذه الوضعية. تفاقمت الأوضاع إذن نحو الأسوأ، فكانت العودة الملحة للمنظمة الشاغلة واتحاد الأعراف والحكومة الجديدة إلى التفاوض حول طاولة واحدة من أجل إرساء ما أسموه بميثاق اجتماعي جديد قد يحقق الاستقرار الاجتماعي والانتعاشة الاقتصادية المرجوة. لكن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور فشلت أيضا في إيجاد حل لكيفية صرف المنحة الخصوصية، الفشل تم إرجاعه إلى تمسك وفد المركزية النقابية بضرورة تعميم هذه المنحة على الإجراء دفعة واحدة بداية من جويليا المقبل، في حين يصر الوفد الحكومي حسب الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ على صرف المنحة على قسطين متساويين، الأول خلال الشهر المقبل والثاني بعد عام. ووسط تبادل الاتهامات يحمل الاتحاد الحكومة المؤقتة مسؤولية تباطؤها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد، منددا بإقصائه في العديد من الملفات والقضايا وبتفرد الحكومة في اتخاذ القرارات المصيرية، رغم ادعائها بأنه شريك فاعل في معالجة كل القضايا
وهكذا يبقى الصراع الذي لا يخلو من الحسابات قائما بين الحكومة والمنظمة الشاغلة التي تتهمها بالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد. كان هذا ملخص لأهم المراحل اللي عرفتها علاقة الاتحاد بالحكومة الحالية، وخاصة مع تصاعد ظاهرة الاعتصامات والإضرابات والتصريحات الأخيرة لكل من المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة حول ما تعرفه البلاد وحول دور كل من الاتحاد والحكومة في المرحلة الانتقالية. هذه سي محسن، كيف تشوف العلاقة اليوم في ضوء على الأقل التصريح الأخير للسيد رئيس الحكومة اللي خلى تقريبا شيء واضح للعلاقة ماهيش يعني مستقرة بين الاتحاد والحكومة، وخاصة في تعاطل المفاوضات الأخرى في زيادة في الأجور؟ هو لولا تصريح السيد رئيس الحكومة لكنت يمكن نقول أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة علاقة عادية كما كل علاقة بين النقابة وحكومة. النقابة تدافع على مصالح الناس المنخرطين في وسط، والحكومة تحاول تلقى حلول، وديما ثم توتر بين النقابات والحكومات. كونش كان نمشيو للمريخ اللي حكى عليها مرة السيد رئيس الحكومة وقت حكى لنا نجيب غادي، وقتها أنا مشيت لتو حتى للمريخ، فما نعرفش شنو العلاقات بين نقابات الحكومه الثميك. لكن في كل انحاء العالم الديمقراطي ديما ثم توتر. يبقى انا نحب نلاحظ انه في خطاب السيد رئيس الحكومه، وارجو انه في المستقبل هو يتخلى على هالاشياء اللي هي توتر الامور. لما تقول انه الاتحاد عم تشتغل في السياسه، يا اخي وقتاش الاتحاد عم تشتغل في تاريخ تونس؟ ما كانش عم في شويه سياسه، هو لو كان عمل سياسه تحار الشغل كان صار ثوره. اثنين، يقول انه بالله يدعو لانتحار الشغل يحافظ اهداف الثوره، يا اخي الثوره عملها السيد حمادي جبالي، مش عملها اتحاد الشغل. هذه منطقة ندخلك خرج ندخلك ولا باش دخلني خرجك ولا شنو. ثالثا، وقت نحكيو في الخيار ثم فرق في السياسة. شنو هي السياسة؟ انا كي نجي ندخلك في قضايا حزبية نتاع تعيينات ودار شنية وكذا، دخلتك في امور في شؤونك المباشرة. اما كان عطيت رأيي في الخيارات العامة التنموية للبلاد، هذه راهي ماشي السياسة الحزبية. اذا كدور اتحاد من الشغل انه يشارك في رسم السياسة التنموية، وقت يقول هو تو انه هو زاد اتحاد الشغل، يقول حالة البلاد تستحق ان نحن مرة اخرى نرجعوا لها بجهد وطني مع بعضنا الناس الكل. علاش الواحد يحب يهز القفة معناها وظن برك؟ نهزوا بعضنا وظن القفة ونحاول نشوفوا حلول. علاش يتم اعتبار ذلك اللي اعتبره شيء ايجابي، يتم اعتباره تدخل في شؤون الحكومة ومس في الشرعية؟ راهو هذه مشكلة الشرعية، ثم فرق بين الشرعية والاحتكار. الديسكور هذي نعرفوه ولا عشناه في السابق، كل واحد يقول كلمة، يقول شو بيت حاجة دخل في السياسة بن علي نعرف شو دخل في السياسة، صحافي يتكلم تدخل في السياسة. لكن سي محسن، بين محاولة بين أنه نحصر دور اتحاد الشغل في الدفاع عن يعني المصالح المادية للشغالين، وبين كونه نعطيه مساحة أكبر للعب دور في الشأن السياسي اللي ممكن يتقاسم فيه المسؤولية مع الحكومة، يظهر لي هنا وين صار الخلاف بين الحكومة في كل حالته. مش منا، مش بشعتي راوسي حمال الجبالي ولا حكومته، منا لاتحاد الشغل باش يكون عنده معناها دور سياسي. لكن الضغط اللي شفناه خاصة في قضايا مثلا كما قضايا الحريات وكما قضايا يعني تخلي المتابع للشأن السياسي يقول لي راه فما دور كبير نجم يلعبوا الاتحاد في المحافظة على توازنات معينة. اتحاد الشغل في عام 52 لعب دور في الخمسينات، لعب دورا رئيسيا من أجل تحرير تونس من الاستعمار، ومن بعدك لعب دور رئيسي في تسيير البلاد، ومن بعد معناها لعب دور رئيسي في الثورة هذه اللي صارت. واتحاد الشغل عنده اختيارات عامة كيما الناس الكل، قضية الحريات، يعني علاش صارت الثورة؟ ما عمل هو الثورة فيها دونك الثورة صارت الحريات. طبعا هو يجب مدافع على قضية الحريات، لأنه هو إذا كان مثل ماش حريات فيش تم حرية العمل النقابي، إذن هو مسؤول مباشرة معني قضية الحريات. اثنين، هو يدافع على العدالة الاجتماعية. علاش يدافع على العدالة الاجتماعية؟ على خاطر قضية العدالة الاجتماعية هذاك هو لب العمل النقابي. وثالثا، هو يدافع أيضا على موضوع اللي هو موضوع رئيسي وجوه اللي حكينا فيه، اللي قضية تقدم في المسار الديمقراطي باعتبار انه يشارك في العملية هذه. إذا جيتو أنت تقول له بعد ما هو براتيكمون لعب دور أساسي في قيام الثورة وفي أخذك للسلطة أنت كحكومة، جيت تقول له معاش تتدخل في الشؤون العامة متاع البلاد، أنا أعتقد أنه هذا تكرار، ولكن بكل أسف تكرار رديء، لأنه التاريخ عمره ما يعيد نفسه بنفس الصورة، ديما يعيد نفسه بصورة كاريكاتورية. إعادة رديئة لمحاولة احتكار تام للفضاء السياسي. وهذه ولات مع الاحتكار. احتكار، إن كلمك تقول الشرعية، راه ثم فرق بين الشرعية الديمقراطية وبين احتكار الحياة السياسية. سي محسن، صحيح هذا، ومعروف كونه الاتحاد على مراحل تونس الكل كان عنده دور في الحركة الوطنية وفي بناء الدولة وفي لكن وعنده مصلحة بالضبط. لكن اليوم إلى أي مدى ينجم يكون صحيح بصراحة؟ إلى أي مدى ينجم يكون إفلاس جزء كبير من المعارضة
هو اللي خلى الاتحاد يقوم بالدور هذا في مواجهة الحكومة، أو على الأقل في كون يكون هو المخاطب الرئيسي بالنسبة للحكومة. والله قضية الإفلاس هذه يظهر لي الوحيد اللي هو قاعد مهد بها بالإفلاس لا هي المعارضة ولا هي السلطة ولا هي كذا، هي البلاد. فعناها ومشينا البيبي والجنية كان هبطنا احنا مشينا ولا وهذه قصة بيبي سيدي سؤال امبورتون، باسكو جينا لقراد بيبي والحكومة تصرف كان بيبي وكنا في الحكاية البيبي هذه. إذا كان النقطة الثانية اللي بعدها يمكن نعلو البنكروت، معناها ندخلوا في الفلاس. إذا ما ثماش حكاية فلاس معارضة وكذا، اللي خايف عليه هو إفلاس المسار. وأنا رأي وهذا هو كلام نحب نقوله مرة أخرى، المشكلة إنك تقول لهم كلام زين راهم يقبلوش. الترويكا اللي هم ولاد بلادنا وهي دي حزب سياسية وطنية، والناس اللي تحكم نعرف اليوم يجتهدون ويقولوا راهي نجتهدوا راهو الصباح نمشيو السبعة للحكومة للوزارات نخرجوا الثمانية، نعرفوه هذا ونعرفوا مجتهدين وناس وطنيين ونيتهم طيبة. لكن السيد رئيس الحكومة كان اعترف كونه فما نقص خبرة في نقص خبرة سياسية. هنا مشكلة كبيرة، مو قلنا من البداية جيناش قلنا من البداية تذكر انت خاطر تو الكلام هذا راه ما قلناهش مرة، جيناش كي جاو يعملوا في الحكومة وقلنا لهم ما تعملوش حكومة محاصة حزبية، راهي البلاد مش في وضع ان تتعلم الحجامة في روس لتاما، راهي البلاد نتاع لازمك تحط ايميدياتمون اون بيرسون قادر يتدخل مباشره. ما حبوش، قالوا لا نحبوا احنا نشدوا. قال شنو؟ قال احنا كاين الناس ما عندناش بيرمي قاعدين نتعلموا. المشكله كما قال سي احمد ابراهيم المره اللي فات، قال مشكله كبيره البلاد يسوق فيها واحد ما عندوش بيرمي. اي دونك هنا ما ثم حتى مشكل انه احنا نكونوش متعنتين وما عندوش، خاطر مصلحه البلاد تستحق شنو. انت شويه منك اختي والتالي وهذاك منه شويه اختي والتالي، وتقابل الناس كل اوتور دون تابل بور سوفي سو بي باش ننقضوا هالمسار نتاع الانتقال الديمقراطي. بالتعقيب على الاتحاد، تفضل سيدي. الاتحاد احنا في فتره ديما بعد الثوره، الثوره تقعد تتمادى وعندنا مشاغل اجتماعيه كانت كبيره في البلاد ومظالم اجتماعيه كبيره في البلاد. انا وقت دخلت في الحكومه انا جاي من القطاع الخاص وعندي خبره، وكي تقلق كيفاش المطالب الكل جاي تفرض وقت، وحاولت نتفهم موضوع المناولة والمواضيع الأخرين. في آخر الأمر لقيت في الاتحاد في القطاعات اللي أنا كنت مارس فيهم اللي كي نحلوا باب الحوار نفهموا بعضنا ونفهموا اللي يلزم ويفهم الاتحاد اللي يلزم مراحل وشنو هي الإمكانيات وكيفاش باش نقدموا. ولكن المطالب الكل هي مطالب تاع فترة انتقالية جات بعد الثورة، والمشاغل اللي موجودة كانت في الشركات العمومية في الشركات الخاصة عديد القطاعات مشاغل بتبيع الحال وين خدامة اليوم. فقط للتوضيح فما عديد المطالب اللي هي عمرها 3 و4 و5 سنين. إيه بتبيع الحال. يعني المشاكل اللي صارت شيء المشاكل اللي صارت وهذه احنا بينا تقلقنا منها على خاطر صاروا بعد. فما مشاكل تاع استمرارية، معناها توصل استمرارية القرارات اللي صارت قبل الحكومة جات من الأول، وذاك هو الراو اللي بدا معناها في علاقة صعبة شوية مع الاتحاد. قال إذا صاروا اتفاق قبل في موضوع الفلاني والموضوع الفلاني راهو ما عندناش الإمكانيات باش نلبيه وكذا، ودخلوا معناها في نقاش ماهوش مقبول. إيش نقولوا احنا؟ أنا متحقق المنظومة اللي تدافع على الخدامة ما كان منظومة تنجم تسمع وتنجم تبني. إذا فما إرادة مش قولوا هذا هو الاتجاه وما فما حد شيء ما نجم نتفاهموا فيه. اللي ماهوش باهي هو فما نوع من العنف في بعض الأحيان اللفظي، عنف سياسي من بعض ممثلين كل مستشارين ما تشنجة من المستشارين تاع رئيس الحكومة وإلا من بعض الوزراء ولا غيره. متحقق الخدمة كيفاش صارت وصارت، احنا نكونوا معنا واضحين، صارت حتى مع وزير الشؤون الاجتماعية بعض الحين وقت اللي صارت مشكلة وخدموا مع بعضهم معنا الحكومة والاتحاد الحلول توجدت. الاتحاد من حقه زادة كمنظومة خاطر خدامة زادة إذا حب من جهة يطلب منه الاتحاد باش ينقص من الاضرابات وينقص من الاعتصامات وغيره غيره، معناه يجمه هو يسير ويقنع الخدامة في هذا الاتجاه. من وقته هو يقول لك الحل هو انه ندفع نحل حوار مع بعضنا على بعض المشاغل الكبرى، واذا باش اخذوا نعملوا عقد اجتماعي لازم اطراف كل تكون موجود عليه ويجي نتفقوا على طول المدى مع بطبيعه الحال الحكومه وزاده مع لوتيكا وغيره. ما تنجمش من جهه تطلب منه باش يكون فعال ويعاون باش خاطر الناس كل تلوج باش نجموا معناها الريسون البلاد وستابيليز، ومن جهه اخرى تقول اه اذا تطلب هذا وانت تدخل روحك في المشاغل هذه كانك دخلت روحك في السياسه. هي كلها بطبيعه الحال سياسه في نهايه الامر على خاطر سياسيين قبيله شويه. حكيت على الوعي الشعبي لحظه واحده نجيك سي نوفل، حكيت على الوعي الشعبي والناس فاهمه وعارفه اللي ظروف البلاد هذه. يعني في ظرف كما هذا ما ينجمش يكون ما يسمحش بالمطلبية الكبيرة، إلى أي مدى ينجم يكون هذه المطلبية هذه هي ورقة ضغط على الاتحاد؟ في نفس الوقت يجب أن ناخذ زادة بعين الاعتبار حالة اجتماعية
حاله اجتماعيه تو معناها به تو انا قاعدين نحاولوا كيفاش نقصوا من نزيد نطلعوا في الاسعار. احنا تو كي شفنا باقي ننساو خاطر شيء تعدى، كي شفنا القانون نتاع الماليه حزب الجمهوري والكتلة متاعه طالبت مثلا التونسي، أنا أكثر تونسي التونسي اللي يخلصوا في الأداءات الشهر الشهر هو أكثر تونسي يخلص في الأداءات الشهر، راه غلاء المعيشة طلع معناها دو مانيير إكسبونونسيال، ولكن في القانون المالية اللي صار ما فما حد شيء أدرسي للشهر. كي طلبنا قلنا نطلعوا حتى في الأداءات في عوض 1,500,000 في العام معناها وين نبداو نخلصوا في الأداءات طلعوا 4-5,000 ما فماش سمعان. كي جاو النقاش على الفلاحة ما فماش سمعان، معناها فما 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 بطبيعة الحال قانون مالية تعمل ما صارش نقاش على مشاغل الخدام. ولهذا من بعد في نفس الأمر تبدا تحكي على تحكي ماهوش قرار على سنة بيضاء وما يزيدوش الشهريات، دور الاتحاد باش يدافع على الشهر ويقول راهو التضخم اكثر التضخم اكثر معناها التضخم تو احنا نقول 4.8% في التريمستر الاول على عامنا، ولكن على 2010 جي 0.0 مستنسين بها جي 0.0 على 2010 وقت اللي صار تضخم في 2011 ب5% وصاير تو تضخم 5% معناها شهر في الاخر الاسعار طلعت الفوق وزيد التضخم اكثر عليه في كل معناها الحياه. ولهذا الاتحاد بطبيعه الحال فما ضغط من الخدام على الاتحاد ودوره هو باش يدافع اخذ بعين الاعتبار حاله البلاد وذاك علاش يطالب بحوار. شكرا لك سي نوفل. كيف تشوف مستقبل العلاقه بين الاتحاد والحكومه؟ هو فما تهويل كبير ياسر وفما تهويل متعمد لكون كل التحركات اللي تقامروا والاتحاد مسؤول عليه مش صحيح. فما تحركات اجتماعيه من الناس مش مخرطة في الاتحاد، لكن فما تحركات قطاعية أعلن عليها الاتحاد وسنة أصدر تحركات القطاعية في إضرابات معلن عنها تفاوض حولها وبتيمينج وباعتماد يعني شروط يعني الحوار وبرقية يعني الإضراب ومعلن عنها. لكن اللي قلق يقولك يقلقنا هو كون ينظموا في اعتصامات بفعل فاعل، والاعتصامات هذه أساس وراها الاتحاد العام التونسي للشغل. نحن الاتحاد العام التونسي للشغل كما قال الأستاذ محسن يعني ولا الأستاذ ياسين، القضية هي قضية مطالب اجتماعية عدة وفما تناقض كبير. الحكومة ورطت روحها، منشير يقول لك أنا عندي أكثر من 100 وزير ومستشار، رأى المواطن يعطيها قيمة إلى أبد الحدود، وتجي فما 34 وزير في الحكومة الجديدة الفرنسية وتنقيس بنسبة 30% في الأجر لهولاند والفرنسوا هولاند رئيس الجمهورية والوزراء، راهو عنده تأثيره وعنده يقول لك الفلوس ما فماش لينا، الفلوس ما فماش بالنسبة لمسألة يعني القضايا متاع يعني السميك اللي نعرفه كما قال يعني الناس عنده احتياجات حقيقية. لكن نسمعوا وأصبح هنا هذه يصبح يعني المواطن ما عندهش وضوح، مجلس تأسيسي زاد فلوس ولا ما زادش، قديش يخلص النيبلولة قديش تخلص يعني بلورو، هذه معطيات لكن ما فماش توضيح من الحكومة باش تقر بما هو عليه. الحاجة الثانية اللي كون الاتحاد العام التونسي للشغل أنا راهو مانيش مع كون عندي رؤية قراءة نقدية لدوره التاريخي في تونس، عنده دور أما تجاوز الدور متاعه ما هواش الحكومة تخلي فيه تتجاوز الدور متاعه، الحكومة تحط فيه اللي هو حامل البلاد والعباد اللي هو التعددية السياسية والنقابية، في حين الاتحاد العام التونسي للشغل فما واقع تعددية نقابية زادة قضايا اللي صايرة يعني في ماطر ولا في كل ولا في 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 المطار ولا في الجزائر ولا غيره. علاش نحن ولينا المجلس التأسيسي في إضراب يظل حتى المجلس التأسيسي في إضراب والمجلس التأسيسي وقصر كرتاج فيه إضراب فهمتني نتاع يعني القضايا هذه كل من الخطأ. رانا تعرف اللي قلق شنية عدم الوضوح الانفلات، عندنا انفلات إعلامي وانفلات إعلامي وزاري ماناش مسؤولين عليهم. في بالك أنت عمره ما صارت في بر العالم ما فماش ندوات صحفية انعقدت عقدتها الحكومة في أكثر الدول في العالم، هو يعرفوا يعني السي محسن يعرف والأستاذ يعرفوا، فما في فرنسا يعملون في ندوات صحفية ولا في ولا في الصين ولا في أمريكا، يعني كل وزير يتكلم وحده وينجم يكون في وزير حمادي الجبيري الوزير الأول يقول 4.8 ووزير قبله يقول 2.8 والمغالطات اللي قاعدة تتم. قضية متاع الاتحاد مع كون الاتحاد يتحمل مسؤوليته في الدفاع وعدم يعني المطلبية المعلمين باش نزيدوهم نزيدوهم، لأن عندك حاجة لازم الناس تفهمها كي ما تزيدش للمعلم وما تزيدش للأستاذ وما
تعملش قرار صارم في الدروس الخصوصية. في بالك فما عائلات يدفعوا في 700,000 و600,000 لسلعنة التعليم، التعليم ولا بضاعة. لكن نجموا بحوار وطني وقت تعيط يعني للمكونات المجتمع المدني والسياسي للخبراء من أجل زيادة في أجر المعلمين والأساتذة، ومن أجل بداية القضاء على الوباء اللي ينخر جسم منظومتنا التربوية اللي هو سلعنة التعليم. هذا ما تطرحش لأنك أنت كما تطرحليش القضايا، تعرف شنيه كما تطرحليش القضايا دي كله. الأمن مانيش أنا مسؤول على الأمن اللي صار في قروان خيبر، خيبر ياهو جيش محمد سيعود مش جبنا السياحة. الشيء اللي حتى نطلع ما طلعوا حكايتهم فارغ، حتى شفت كيف يترانوا يخوفوا برا ما هماش دي بروفيسيونيل، أما يحبوا يرهبونا. الشيء اللي عملوه فيه في جندوبة، الشيء اللي عملوه يعني في تونس، الشيء اللي عملوه الأمن، الناس يقولك ما عندناش أمن، الناس يقولك جواعة في كروشنا، الناس يقولك ما عندناش ثقة في، مش ما عندناش ثقة وتحول. وهذا الأخطر، لأنك أنت وقت تجي ولا ما عادش يعني هذه الحكومة والأطراف السياسية والمجتمع المدني والنقابة علاقة حوار وثيق. المواطن وقت ما عندهش ثيق إيه لك الحل، الحل سينوفل الحل، الحل في المصادمات وفي المواجهة المباشرة بين الاتحاد والحكومة. ما فماش رانا غريب راهو كأنه ما فيش ليها المصادمة اللي دعاها الاتحاد عم توصل للشغل. تشنية المصادمة تسوي اون كلير مصادمة الوحيدة صارت شنية أنت 9 أفريل قال لهم رقم كي تجوا وتعملوا راهو مش سكروا القاوي والسياح ما يحبلوش التظاهرات المظاهرات. فطرح بالكشف في 1 مايو مظاهرات سلمية رائعة، في 20 مارس مد شعبي لا نظير له وأساسا من المواطنين العاديين في الجامعة، شباب طلابي وشابات انتفضوا دفاعا على ذواتهم على المواطنة متاحب، وما صارش يعني عنف، وما صارش يعني في الجامعة عندما صوتوا للمواطنة وعنوان المواطنة في مخاخم اتحاد عملي طلبة تونس رقم واحد واقع الحصار اللي عاش الاتحاد. لكن وقت نجي في القروان ولا نجي في 9 أفريل ولا نجي في جهات أخرى شنقولوا يا ولدي الناس تضرب والناس تكسر والناس تعتدي على المواقع العمومية والواقع الخاصة، ونقولوا تطرف في منوبة، تطرف يميني وتطرف يساري. ياسين نوفل الزيادي قيادي عن الحزب الاشتراكي اليساري. موضوع حسبنا اليوم كذلك هو موضوع مبادرة سيد البجقاد السبسي اللي تم الإعلان من طرف سيد طيب البكوش عن إطلاقها قريبا أو على الأقل قبل 15 من شهر جوان. نشوف التقرير هذا على مختلف تطورات الحركة، حركة نداء تونس، ونرجع بعد التقرير. مبادرة نداء فحركة سياسية، هكذا بدأت رحلة الأستاذ الباجي قايد السبسي الوزير الأول السابق بعد تسليمه السلطة الانتقالية إلى سلطة انتقالية أخرى، تاب اليوم إلا أن يتنازعها جانب من المشهد السياسي. نداء تونس مبادرة أطلقها الباجي قايد السبسي يوم 26 من جانفي الماضي ليدفع فاتورة مضمونها وتوقيتها، حيث أثارت الوثيقة حفيظة الحكومة وحلفائها ليطالبوه بالصمت وينعتوه بالكفر ويذكرونه بخريف العمر السياسي. وتتالت التصريحات المنتقدة للوزير الأول السابق قبل وأثناء وبعد توليه المسؤولية، وليتهم بالتآمر على الحكومة حتى قبل توليها السلطة وبزرع ألغام موقوتة في طريقها. تاريخ الوزير الأول لم يسلم أيضا من التشهير السياسي والأعلام.